Good morning, James. How are you? I'm Raghad Al-Hanande from 3IQ Academy. Open your class book, page 71. Open your class book, page 71. Today we will complete the grammar reported speech. And last lecture, we said that we use reported speech to report what somebody else said. حكينا إنه إحنا بنعمل report ل what somebody else said. يعني أنا بنقول حكي. And we used simple present. We change it to simple past. يعني verb one بتحول ل verb two. And present continuous is our am verb ing بدها تصير past continuous was where verb ing right. حكينا انه في عندي انا شغلات بدي احولها, حكينا بدنا نحط دائرة عليها على اساس انه احنا ما نخربط. مثلا عندنا جولي is my best friend, حكينا كارين said انه جولي is تصير was, ماي ده تصير هير. ليه؟ لأنه كارين بنت أو جولي بنت, فمعناته هون عندي هير best friend. هون مثلا we are making some sandwiches, حكينا they said, الوي حكينا بدها تتحول لذي لأنهم جمع, we they الار ده تصير where, they said they were making some sandwiches. معناته أنا بدي أغير البرونون اللي هو السبجكت والاز او الار. تمام, اخذنا بعض البروناون. طبعا انا اليوم راح اعمل لكم اياهم بلست اكبر. اي ده تصير شي او هي, وي ده تصير ذي, ماي ده تصير هيز اور هير, اور ده تصير ذير, مي ده تصير هيم اور هير, اند اس ده تصير ذم. هذول مس حفظ, لازم تحفظهم على اساس بس يجي عندي انا اي اشي يعني بدي من هدول الكلمات انا اكون عارفهم. Now we will study the difference between said and told. Said and told. كنا نحكي انه she said, they said, انه يعني هو قال. وفي عندي كمان told انه يعني اخبره. سد قال وتولد أخبرة. هلا شو الفرق بينهم؟ بحكي لي يا مس إنه سد بده يجي وراها subject, بده يجي وراها subject فاعل. معناته أنا بس أشوف بعديها فاعل بدي أحط سد. إذا شفت بعديها object مفعول به, يعني مفعول به, بدها تكون شو؟ told. خلينا نشوف احنا امثلة على اساس نستوعب الفكرة. Our teacher told us. هلا هون عندي انا our teacher هو subject, told us اخبرنا. مين هو الاخبرنا؟ التيتشر. معناته هون انا عندي اياها us اجت object, us اجت object. تمام؟ طيب she said we were going to learn first aid. We said we بدنا نذهب لنتعلم الإسعافات الأولية. معناته أنا هون عندي إياها إيش؟ we إجت subject فاعل. معناته منلاحظ ورا told إجا عندي us. told us أخبرنا. هون إجت عندي أنا مفعول به. هلأ we were going, هي عندي subject, عندي الverb, عندي الobject. معناته هون أنا عندي إياها إيش؟ we إجت subject, معناته بدي أحط said. تمام؟ خلينا نحل السؤال الثلاثة بعدين ننتقل للبوكس اللي موجود على جنب. read and circle. Tim said or told me he felt ill. هلأ هون شو بدي أحكي؟ me
هي مفعول به، لا لأنه هي الفاعل، هي الفاعل. حكينا احنا طبعا بنعرف السبجكت، ممكن يجي عندي انا شي هي ات ذي. خلينا هون هيك نكتب لكم انه السبجكت يا مس ممكن يجي عندي انا شي هي ات they we you I أو أسماء. كيف يعني أسماء؟ رغد، دانا، ليان، زيد، محمد، يعني هاي هيك بدها تكون إيش أنا عندي أسماء، أسماء اللي مت أو مثلاً رغد ودانا اثنين، محمد وزيد اثنين. أو بيجي عندي البروناون مثل she, he, it, they, we, you, I، هدول عندي إياهم السبجكت. هلا أنا هون عندي إجت مي، مي هي إجت هون بتيجي مفعول به object، مي هي مفعول به. طيب معناته رح استخدم told. mom said or told it was raining. حكينا it، ذكرنا it هون يا ماس، نعم ذكرنا it، معناته it هي subject، معناته بدي استخدم said. طيب Ben said or told he wanted to learn first aid. عندي انا ايش هنا؟ he subject، yes معناته said. Our teacher said or told us مذكورة من ضمن الكلمات اللي هون، البروناون اللي هون، لا معناته هي object، فمنها object شو بدي أحط؟ told. Carla said or told her friend she was going to the party. طلع هون her friend she، subject هون معناته هاي شو اسمها؟ هاي object، فمنها هاي object معناته بدي أختار told. The boys said or told they هي subject، معناته شو بدي أحط؟ said. تمام، بدنا يمس نكتب هاي المعلومة، بدنا نكتب هاي المعلومة على الدفتر، وبيجي وراها إيش هاي؟ يعني هون أو قبلها رح يجي said، رح يجي said بعد said subject. تمام، كتير سهلة القاعدة هاي. تمام، هلا خلينا ننتقل للبوكس الثاني. بحكي لي when we use reported speech we sometimes change the time words. بدنا نغير، لما أنا أستخدم reported speech أنا بدي أغير time words. شو يعني time words؟ يعني الأوقات. خلينا نشوف. A doctor is coming to the school tomorrow. A doctor is coming to the school tomorrow. هلا بحكي she told us a doctor. شو اللي بدي أغيره؟ الاز. الاز شو بدها تصير؟ was. أحسنتم، a doctor was coming to the school، وبدي أغير tomorrow. هلا أنا في وقت الحكي، يعني في وقت الكلام المباشر، حكيت إنه الدكتور رح يجي للمدرسة بكرة. هلا تاني يوم إجت صاحبتي نقلت الحكي عني، قالت إنه الدكتور رح يجي، إجا على المدرسة اليوم الثاني. هسا هي مش رح تحكي بكرة، لأنه بكرة غلط رح يكون بالنسبة لتوقيتها، لأنه إحنا إجينا تاني يوم، فالموضوع صار مختلف. فبدي أحكي she told us a doctor was coming to the school the next day، معناته أنا عندي توقيت بدي أعملها تغيير، لأنه لما أنا أنقل الحكي ما بيكون بنفس اليوم أو بنفس اللحظة بنقوله، بيكون بتوقيت آخر. معناته بنحط دائرة على is، بنحط دائرة على tomorrow، هدول الريحين يتغيروا. حكينا is coming هي present continuous، معناته تغيرها ل past continuous، ال is تصير was. تمام؟ أوكي.
بحكي لي هنا الأوقات اللي بدي أنا أغير هاد direct speech اللي هي عندي الكلام المباشر tonight today بدها تتحول ل that night that day. هاي مس حفظ كيف أنت حافظ اسمك بدك تحفظ هدول الأشياء. لما تشوف كلمة tonight أو today بدك تحط that night أو that day. لا tonight that night ولا today that day. This week, this month, this year, this year, that week, that month, that year. Now, شو بدها تصير now? Now بدها تصير then. Tomorrow بدها تصير the next day. Next week, next month, next year, the next week, the next month, the next year. تمام؟ هدول بدنا نحفظهم. اوكي يا مس، وهاي هي القاعدة اللي عندنا كتير سهلة ما بدها اي اشي لكن بدها شوية تركيز مع حفظ للاشياء اللي بدها تتحول. اوكي يا مس، بدنا نحضر المحاضرة الحصص لانه في طلاب انا شايفهم ما بيفتحوا واحنا بناخد حضور وغياب. تمام، نركز على هاي النقطة. يعطيكم ألف عافية.